قصة البطل سباع الناجي من ملحمة البرث وكيف حارب بنصف جسده. لا يزال يعتبر حادث كمين البرث إحدى أبرز المعارك الملحمية التي خاضها أسود القوات المسلحة لمواجهة ودحر الإرهابيين في سيناء، واستشهد في تلك المعركة الباسلة اثنان من قائدي الكتيبة 103 صاعقة، وهما الشهيدان العقيد أحمد منسي والرائد أحمد الشبراوي أبناء محافظة الشرقية، والنقيبان محمد صلاح وخالد مغربي وعدد من الضباط والجنود. وقدم الشهيد روحه في معركة البرث دفاعا عن أرض سيناء، حيث حاصر التكفيريين بمنطقة التمركز وقام بالتعامل معهم متقدما الكتيبة لحماية أرواح الجنود والضباط، ونجح في قتل العديد من الإرهابيين حتى استشهد وسلاحه في يده. وبالرغم من استشهاد عدد من أبطالنا في ملحمة البرث، إلا أن هناك أبطال آخرون كتب لهم النجاة، ومن بين هؤلاء الملازم أول محمد سباعي. سلط مسلسل الاختيار الضوء على جوانب لم تكن معروفة عن أبطال ملحمة البرث، حيث ظهرت شخصية الملازم سباعي والذي جسده دوره الفنان رامز أمير، الذي قاد معركة أمام التكفيريين بجوار زملائه الضباط والجنود، وتعرض لإصابات بالغة وظل لفترة طويلة يعالج منها. وفي الفيديو التالي نستعرض معكم القصة الحقيقية للبطل محمد سباعي. ولد البطل محمد طلعت سباعي في العام 1991، حيث يبلغ من العمر 29 عاما، في قرية بهنية التابعة لمركز درب نجب محافظة الشرقية. التحق محمد طلعت سباعي بالكلية الحربية في العام 2011 وتخرج منها في عام 2014، وبعد التخرج مباشرة بدأ عمله في قطاع شمال سيناء في الكتيبة 103 صاعقة. تتلمذ النقيب محمد سباعي على يد الشهيد العقيد رامي حسنين القائد الأسبق للكتيبة 103 صاعقة، حيث تعلم منه الكثير من فنون القتال والصبر، وكذلك خلفه العقيد أحمد منسي. كان للنقيب محمد سباعي دور كبير في ملحمة كمين البرث، وكانت رتبته أنذاك ملازم أول، وكان يتولى مهمة رصد تحركات التكفيريين والتمشيط. كان محمد سباعي أول من أبلغ القائد بالهجوم على الكمين، وعلى الفور قاد الأبطال المعركة ودافع سباعي عن زملائه وقتل العديد من العناصر التكفيرية. أثناء ذلك تعرض لطلقات نارية وشظايا متعددة ونزيف بالجسم، منها إصابة باليد لدرجة أنه من النزيف شعر بشلل كامل في نصف جسده. وبالرغم من أنه لم يكن يقوي حتى على حمل سلاحه من شدة النزيف، إلا أنه ظل يحارب بشراسة ويضرب قنابل لمنع الوصول للسلم المؤدي لجثة قائده الشهيد أحمد المنسي.